أربع تغييرات في أربع أندية مختلفة، على رأسها الزمالك خد قرار بإقالة فريرة المدير الفني نادي الزمالك، سيراميك كليوباترا فسح عقده مع أحمد سامي، وفاركو أقال إيهاب جلال، وسموحة أنهى طبعا أزمة طارق العشري برحيل المدير الفني. أربع مدربين رحلوا عن أربع أندية في سابقة لم تحدث في الدوري المصري منذ سنوات، وبالتالي عاد وتم ترشيح أربعة مدربين كانوا متواجدين بالأساس في الأندية، فلعبة الكراسي الموسيقية ما بين المدربين والأندية. ياسمين، أنا عايز أبتدي بأحمد سامي. يعني أنا لسه مجدد من 10 أيام سنة، وقلنا إيه الاستقرار ده وإيه الإدارة دي وإيه الفكر ده، والناس بتجدد معاه سنة كمان عشان يبقى مرتاح نفسيا واللعيبة حاسة إنها مرتاحة نفسيا، فجأة يفسخوا العقد. أنا دي حاجة غريبة. هو شخصية أحمد سامي بتنكشف بعد سنة؟ لا، بعد ما بقى نجم في التدريب، ان هو يسيب سموحة وبعدين يروح سيراميكا وبعدين يتفق مع فرج عامر، وفرج بيعتبره واحد من ولاده فيرجع، وطبعا هياخد فلوس اكبر من فرج عامر او من سموحة فيرحل عن سيراميكا. فدي واحدة طبعا من المشاكل اللي بتواجه احمد سامي في الموسم. لكن طريق العشري ورحيله عن سموحة امر متوقع بعد الخلافات مع طبعا فرج عامر. طبعا بجد يعني لا، صعب قوي اللي بيحصل ده بصراحه. ووصلنا لمرحله انا يعني المهندس فرج عامر، يعني انا ما اعرفش هو عايز امشي حد ما مشي. ما كنتش عايز يمشي، ما هو كان في خمسه من مجلس اداره سموحه، لان مجلس اداره لان هم مش عايزين فرج عامر يعني دلوقتي بقى ايه، يعني ما يرجعش زي ما كان يعني الاول. مش هو صاحب القرار الاول، مش هو صاحب القرار بالظبط. مش هو صاحب القرار دلوقتي خلاص. هم بقى دلوقتي ايه، عارف اللي هو ايه، لا مش كل حاجه كره القدم، مش كل حاجه تروح انت تجيب مدرب وتشيل مدرب وتحط مدرب، فاهمني؟ فهي عشان كده. لكن هو طارق العشري حس ان هو اتخنق بقى، حس ان هو على فكره طارق العشري ما كانش عنده مانع انه يكمل. طبعا بس مش بطريقه فرج عامر دي وبالمشاكل اللي موجوده دي. عايز تمشي حد يا جماعه ما تمشوه، يعني ايه ده، ايه اللي بيحصل ده؟ طيب ايهاب جلال وظاهره من مدير فني المنتخب في 10 شهور او في 8 شهور يبقى بيقود فريق في يعني صعد حديثا من الدرجه الثانيه ويرحل عنه. كابتن ايهاب جلال اكتر مدرب اخد شروط جزائيه السنه دي. وماله بالهنا والشفا؟ لا احنا ما بنتكلمش بقى بالهنا والشفا، احنا ما بنتكلمش كقر واكله مثلا في اللفه دي بتاع 10 مليون جنيه، ايه المشكله؟ لا ماشي، ربنا يبارك له ونصيب. بس انا بتكلم في ايه، ان يعني الراجل النهارده من وقت ماتش كوريا من المنتخب درب 3 ايام شرط جزائي، راح على المصري درب المصري. عارفه مين السبب؟ اتحاد الكوره. ليه؟ في موضوع المنتخب. اي ما هو لا، واللي بعد كده ما هو الراجل يعني هيعمل ايه؟ لان اتحاد الكوره اثر على سمعه ايهاب جلال التدريبيه برحيله وباقالته. بص لي كده ليه؟ ما بص لك يعني بسمعك يعني. لا، هو اتحاد الكوره ما اثرش على ايهاب جلال وسمعته. طب وقبل ما يمسك المنتخب؟ قبل ما يمسك المنتخب ايه؟ امال اتحاد الكوره جابوا ليه؟ مش جابوا علشان جابوا واحد. جابوا علشان خاطر هو او حسام حسن اللي لازم يجوا، خاص المصري هو اللي جاي بعد كيروش. حازم امام ما كانش عايز حسام حسن. بغض النظر، انا ما تدخلنيش في اسماء دلوقتي، احنا بنحكي قصه. انا الاسماء انا اللي بقول. طب انا بابا اقول لك ان مفيش حد اعترض على حسام بالله. حازم امام كان رافض حسام حسن. عارفه لو حازم امام طلع ونفى، انا بقول لك وهو ما يقدرش. طيب هقول لك على حاجه، الفكره برده كلها مش بس كده، انه قالوا، وعلى فكره كابتن ابراهيم طلع وقال الكلام ده، انا بقوله ان ايه، احنا عشان عصبيين واحنا عشان بنعمل، وكيروش عمل على فكره. فين الكلام ده؟ قالوا فين؟ انا مش فاكره. قالوا فين؟ والله ما فاكره، بس انا اتفرجت عليها فعلا بس مش فاكره. في البريم. في البريم.
صح. صح. وطلع بعد كده عمل ايه؟ قال لك لا كابتن حسام هو وجهة نظره ان هو شايف انه عشان هم عصبي يعني عصبيين فهم دلوقتي ما ينفعش يمسكوا منتخب مصر. لا هي مش كده بصراحه، هو برضو منتخب زي الاهلي والزمالك. خلينا في ايهاب جلال. ماشي ايهاب جلال. لا يعني محظوظ. محظوظ ايه؟ في الشروط الجزائيه. في الشروط الجزائيه هو الراجل ما بيقعدش. ده الراجل ما خدش بطوله. عارفه ان ايهاب جلال ما خدش ولا بطوله اللي بترشحه للمنتخب؟ انا رشحته. ما انت كنت من ضمن المؤيدين. لا انا قلت انا ما كنتش من ضمن المؤيدين. انا قلت ان ايهاب جلال هو الاقرب انه يمسك، رغم انه حسام البدري بتأيدي انه يبقى موجود. ايهاب جلال ما ينفعش لا يمسك منتخب ولا يمسك نادي شعبي الا الاسماعيلي، بس علشان هو من ابناء الاسماعيلي. ما هو فشل مع الزمالك ولا نسيتي؟ ما هو مسك فاركو. ايوه ماشي. هو فاركو مش نادي شعبي. لا هو فاركو اصلا عشان القايمه بتاعه اللعيبه اللي موجوده ما تساعدش اي مدرب على ان هو يظهر بيهم بشكل كويس. زي البنك الاهلي مثلا. يعني هو وقت ما يمسك نادي مش شعبي تقول لي اصل معاه لعيبه مش عارفه ايه. وقت ما يمسك نادي شعبي تقول لي هو ما يمسكش نادي شعبي. خلاص ماشي. تفتكري هيرجع الموسم اللي جاي مع اي فريق؟ لا اللي جاي لا ما افتكرش. هيريح شويه. هيريح شويه. ياسمين انا بشكرك. بابا مبسوط وانا معاك. وانا جدا. قلنا اخبار مهمه جدا. بشكر طبعا كل المشاهدين، كل مشاهدي تلفزيون المصري اليوم. دايما نكون موجودين معاكم في السوبر واخبار جديده وكواليس واخبار حصريه.